لأنه كمان في موضوع تاني يمكن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يخص مسألة الاستخدام الكتير للتليفونات، وكلنا طول الوقت ماسكين تليفوناتنا وباصين في تليفوناتنا، وناس كتير بتتضرر وناس كتير يجيلها صداع وناس كتير عينيها بيحصل فيها حاجات. اللي ممكن يحصل غير ان احنا بنتكلم على الاضرار الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت، وان التليفونات خلتنا يعني مش عايشين منسجمين مع بعض داخل البيت الواحد، وانه الناس ما بتتقابلش غير لو الانترنت قطع في البيت يبتدوا بقى يطلعوا يكلموا بعض. الحقيقه ان الموضوع برضو ليه بعد طبي وصحي كبير، ويمكن قرينا كلنا الفتره اللي فاتت عن مساله انه امراه هنديه اصابت بالعمى المؤقت، نتكلم في حوالي اكتر من سنه، بسبب استخدامها الزياده لتليفونها المحمول. ايه اللي بيحصل وازاي المرأة دي اتشخصت وايه المتلازمة اللي هي مصابة بيها اللي بتسمى متلازمة الهاتف الذكي؟ خلونا نعرف مع حضراتكم التفاصيل. دلوقتي معانا على التليفون دكتور أشرف الهباق، أستاذ جراحة العيون. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وايه هو متلازمة الهاتف الذكي وازاي يتم تشخيص ده؟ ايه الأعراض اللي ممكن يعني تظهر عليا فأنا أحس إن أنا ممكن أكون داخل على إصابة بهذا المرض؟ في الحقيقه في الفتره الاخيره مش وبقالنا فتره طويله قوي بيحصل دايما كل فتره يحصل ابحاث ودراسات علشان اضرار التليفون المحمول على العين. فطبعا طلعت حاجات اسمها ديجيتال فيجن سندروم، اللي هي متلازمه بتنتج عن استخدام الموبايل لفترات طويله بالنسبه طبعا للصغار وبالنسبه للكبار. في حاجه اسمها الضوء الازرق البلو لايت، ان هو طبعا موجود في ضوء الشمس، وان طبعا اغلب الناس عارفين الموضوع ده، ان الضوء ده ربنا خلقه اصلا علشان خاص في الاطفال يعمل نمو كويس للخليه بتاعت المركز الافطار. وبالنسبه للكبار مهم ضوء الشمس بالنهار ده علشان خاطر الذاكره والحاله المزاجيه. فالبلو لايت ده موجود في قلب الموبايل كمان. وهي دي المشكلة اللي عندنا كلنا، ان الاستخدام الفترات الطويلة للموبايل بالذات اثناء فترات الليل بيعكس الحاجة اللي ربنا خلقها علينا، ان احنا المفروض ان احنا بالنهار نبقى مع ضوء الشمس ونستفيد بيه وبالليل ننام. فبيحصل مشاكل من امتصاص الضوء الازرق ده نفسه للعين. طبعا الضوء بيمتص عن طريق القرنية وعن طريق العدسة وعن طريق الشبكية. كويس، وقال الدراسات ان هو بيعمل ضرر في حاجة اسمها الميكرو ديجنريشنز، اللي هي بيسمى بالعربي التنكس البقعي، اللي هو ضمور في خلايا مركز الابصار. حاجات كلها دراسات، احنا موسم يعني احنا في واقعنا العملي ما شفناش الكلام ده. حتى الدراسه اللي هي ثبت عن طبيب هندي ان هو قال ان حصل فقد للابصار سنه ونص لمريضه بسبب الموبايل. انا طبعا بشك في مع احترامي طبعا بشك في الدراسه دي خالص. ودخلت عليها لقيت ان الطبيب ده ما هوش طبيب عيون، ده طبيب نيورولوجيست امراض عصبيه. ولم يشير بالقريب او من البعيد باي حاجه من ناحيه العين خالص. لا في فحوصات على الشبكيه ولا على العصب ولا اي حاجه متاخده على هذا الموضوع. لكن اعتقد ان الموضوع ده لا انا مش طبعا بشكك فيه طبعا 100% كمان، يعني لم يثبت عنه أي شيء. لكن بقى ما دام احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، هو لازم طبعا برضو ننبه ان الاستخدام لازم يكون مقنن شويه بالنسبه يعني للموبايل. يعني ايه مقنن يا دكتور؟ يعني في ناس شغلها على الكمبيوتر، ومش بس هي قاعده يعني بتشوف التطبيقات او بتتسلى يعني على التليفون والكمبيوتر، عندها وقت كبير هي قاعده قدام التليفونات. أكيد أنا مع حضرتك. الساعات أكيد. الامنه لاستخدامها ايه من غير ما عينيا تتاثر؟ خلينا نتكلم ان الناس دي برضه هنحط له، يعني هم اللي بيشتغل على الكمبيوتر الفترات، الناس كلها بتشتغل على الكمبيوتر. خلينا نشتغل في اضاءه كويسه. كويس. خلينا نتجنب ساعات الليل، اضاءه الغرفه اللي حواليا يعني يا دكتور. بالظبط يا فندم. لازم يكون الاضاءه كويسه جدا. كويس. خلينا نقول ان احنا لازم نقعد في اضاءه كويسه ودايما نعمل فترات للراحه، يعني ما يبقاش الشغل متواصل. يعني لازم على الاقل، ولم يثبت اكتر من كده، ان انا على الاقل كل ربع ساعه كل ساعه اريح عيني دقيقتين ثلاثه. احنا بنتكلم ان كل 20 دقيقه متواصلين شغل اريح عيني بعيد عن الكمبيوتر. ثانية. انا بقول خد دقيقه او دقيقتين كمان، مش مشكله. يعني ارفع عينك من على الموبايل او الكمبيوتر وريح عينك شويه. مش هيجرى حاجه. لكن احنا اصلا بيحصل عندنا في مشاكل في العين نفسها من الجفاف وقله الرمش. صحيح. اللي بقى تحصل عندها دراسات كتير قوي، قله الرمش بتاع العين بيعمل جفاف للقرنيه، وجفاف القرنيه ده سأل ربنا خلقه عشان يغطي القرنيه، بيعرضها للجفاف، بيعرضها لدخول اي فيروسات او ميكروبات تخش على القرنيه تصيبها طبعا بامراض.
فاحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده كويس، والاطفال بالذات يا فندم لازم نركز على الاطفال ان يبقاش الموبايل مع الطفل طبعا، انه طبعا الطفل سعيد قوي بالموبايل واهله سعداء ان هو يعني قاعد ومبسوط، فلازم برضو يتقارن هذا الموضوع. الاطفال يا دكتور بيدوهم ساعه على اليوتيوب وساعه للتلفزيون وساعه لحاجات تانية، شايف موضوع الاطفال ده معاييره ايه في الاستخدام؟ لو ساعه كويس لما يبقاش اكتر من كده، احنا بنشوف في شغلنا بالساعات الطويله طبعا، وده مش مظبوط. يعني عايز اقول لحضرتك ان هو طبعا ده بيأثر على خلايا النمو بتاعه الشبكيه في الاطفال نفسهم، فارجو ان احنا ننتبه لهذا الموضوع. يعني انا عايز اقول برضو كمان ان احنا يعني نقلل الضوء على قد ما نقدر في الموبايل، وبلاش نستخدمه في الضلمه، بلاش نستخدمه موبايل في الضلمه وقبل النوم بالذات، ده بيعمل نوع من الارق للانسان نفسه. في دراسات بقى دلوقتي بتدور على انه هل له تاثير على الدماغ ولا لا، يعني هل الموجات دي اللي هي بيسموها اللي هي الراديو اللي هي واخده موجات الراديو اسمها راديو فريكونسي دي، اللي هي نفس الراديو فريكونسي اللي طالعه من الضوء بتاع الموبايل، بس ما ثبتش عليها حاجه، لان هم بيفكروا انه يكون حاجه له على تاثير خلايا الدماغ نفسه. لم يثبت للان حاجه زي كده، لكن هو اصلا الطبيعي ان احنا نستخدم الموبايل طبعا كلنا بنحتاجوه، لان طبعا بقى مهم بالنسبه لنا كلنا، لكن التقنين نفسه في الوقت بتاعه ده مهم قوي. التقنين نفسه في استخدام الموبايل مهم قوي، ولو كان في اي شكوى من استخدام الموبايل نكشف على العين، مفيش مشكله، ربما يكون في جفاف محتاج قطره معينه تستخدم، وربما يكون الشخص نفسه محتاج نظاره يستخدمها مع الموبايل او مع الكمبيوتر، يعني لو في شكوى ما نسكتش عليها، ده اللي انا عايز اقول عليه حضرتك. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على كل هذه النقاط الهامه، دكتور اشرف الهباق استاذ جراحه العيون، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.